بالدور البطولي لقوات البيشمركة في دحر المجاميع الإرهابية وإلحاق الهزائم بها الواحدة تلو الأخرى. وأكد مثقفو وأدباء كركوك أن قوات البيشمركة تدافع عن أرواح وممتلكات المواطنين بمختلف مكوناتهم دون أدنى تمييز، معتبرينها الحصن الحصين لكركوك وأهلها، داعين في الوقت ذاته إلى إقامة نصب تذكاري يجسد الملاحم البطولية لقوات البيشمركة في مواجهة الإرهابيين وتضحياتها الجسام من أجل الحرية والسلام. يشار خالد والتفاصيل. دعا مثقفون وأدباء من مختلف قوميات كركوك إلى إقامة نصب تذكاري لملاحم وبطولات قوات البيشمركة التي حافظت باقتدار على أمن واستقرار كركوك وأهلها من دنس الإرهابيين. بيشمركة اسم عرفناه منذ عشرات السنين، وعرفنا قوتها وبسالتها من خلال ما سطرته من ملاحم بطولية ضد الأنظمة الدكتاتورية الغابرة البائدة في ذلك الوقت، التي رفضت الاعتراف بحقوق أبناء شعبنا الكردي الأبي. وها هي اليوم نجدها تتصدى لجميع الأعداء أيا كانوا في سبيل الذود عن حياض مدينتنا العزيزة كركوك وأبنائها الذين يشكلون أطياف المجتمع العراقي ككل من كرد وعرب وتركمان وكلد آشوريين. فألف تحية لهؤلاء الأبطال الرابضين في مواقع القتال، وألف تحية وهم يؤدون الواجب المقدس. ونطالب بصفتنا كأدباء ومثقفين نمثل المشهد الثقافي في مدينتنا كركوك أن يكون لهؤلاء الأبطال رمز يخلد مآثرهم وبطولاتهم التي شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء. فألف ألف تحية لهؤلاء الشجعان الرابضين في جبهة القتال أينما كانوا، وهم يذودون عن حياض كركوك وبقية المناطق الأخرى. بيشمركي كردستان شایانی هەموو ڕێزلێنانی کی مادی و معنەویە و ئەبێ پشتیوانیەکی گەورە بۆ پێشمەرگە، بۆ کەسوکاری پێشمەرگە، بۆ مناڵی پێشمەرگە بکرێت. و بالتأكيد أن قوات البشمركة تستحق الإشادة والتقدير، ونطالب أن يدرس ما تسطره البشمركة من ملاحم وبطولات في المدارس، وأن يشيد لهم نصب تذكاري حتى يتذكر الجميع مآثر بطولاتهم في الحفاظ على أمن كركوك واستقرارها. هذا الصمود البطولي لهم ودحرهم للإرهاب يدفعنا إلى القول أن هذه أن البيشمركة، هذه المنظومة الأمنية الكردستانية، يفترض بالقائمين على الأمور الإدارية في محافظة كركوك أن يخلدوا آثارهم وشهدائهم من خلال عمل نصب لهم يذكر الأجيال بدور أبطال كردستان في الدفاع عن مدينة كركوك. مثقفون وأدباء أشادوا بقوة وصلابة البيشمركة في دفاعها عن كركوك ودحرها المجاميع الظلامية من داعش، مؤكدين أن البيشمركة قوة لا تستهان بها، وعلى جميع القوميات في كركوك عدم نسيان ما تسطره قوات البيشمركة من ملاحم للحفاظ على كركوك وأهلها. قوات البيشمركة استطاعت وبكفاءة وبقوة أن تأخذ مكانها في حماية مدينة كركوك، ولا تزال هي المدافعة الوحيدة عن هذه المدينة. ونحن لا يسعنا هنا إلا أن نشكر قوات البيشمركة فردا فردا، ونشد على أيديهم في دورهم المبارك هذا. çabalarını, onların da verdikleri fedakarlığı hiçbir zaman unutmamak, hiçbir zaman da göz ardı etmememiz gerekir. Çünkü ister istemez bu bir muadele olupdu. Yeryüzünde indi bu coğrafyanın üstünde bir güçtü. Haulal abtal istata'u bi kulli iktidar fil hifaz ala Kerkuk ve ahliha dun temyiz. Ve aleyna cemi'en fi Kerkuk en netezekkerahum bi iclalun ve ikbar. Liannahum zahhav min ecil Kerkuk ve ahliha. ملاحم وبطولات قوات البيشمركة سيخلده التاريخ وسيتذكره الأجيال عبر مر العصور. يشار خالد، فضائية كركوك. نبقى في كركوك حيث نفذ